عضو لجنة حقوق الإنسان النيابية، كحقوق إنسان يفترض أنه المنظمات الدولية والمجتمع الدولي يتخذ في الإجراء باتجاه الكيان الصهيوني الذي يشن حملات إبادة جماعية على الشعب الفلسطيني، ولحد الآن نرى صمت مجتمعي دولي ما نعرف ليش. فعلى المجتمع الدولي أنه يقف وقفة شجاعة وفعليا يطالب بحقوق الإنسان وبإحقاق الحق، لأنه حرفيا ما نلقي اي حقوق للانسان الا في مجالات يعني اللي تحفظ مصالحهم ويصدرون افكار اساسا هم ما يعملون بها.